هلا ما اتصل. طيب بركي خجلان. انت ما اخذتي رقمه؟ طبعا اخذت رقمه، بس انا مستحيل دق له. لا ما بدي اقيله هيك، منلاقي شي حجه. حجه شو؟ هو يلي طلب ياخذ رقمي، مو انا طلبت اخذ رقمه. طيب خلص رؤي، ممكن هو عم يستنى الفرصه المناسبه. معقول يكون عشقان؟ لا ما بظن، يعني هو شخص بيخلص شغله بيرجع البيت لحاله، مو انت هيك بتقولي لي؟ او بلكي يلي حاببها معه بالمدرسه او بالمعهد. والله ممكن. صفاء انت حبيبتي؟ حبيته من أول مرة شفته على درج البناية. صباح الخير. أهلين. صباح النور. أنا فيصل جارنا الجديد. أهلا وسهلا شوف. وأنا صفاء جارتكم بالطابق الثالث. أهلا وسهلا. تفضلي. شكرا. ما بعرف، انتابني إحساس كتير غريب، أول مرة بحس فيه. حتى دقات قلبي تغيرت بدون ما أحس، هيك صار محور حياتي. يا ستي فعلا هو صار محور حياتك، لأنه أنا وياكي ما لنا سيرة غيره. لك حتى أخواتك ما عاد جبتي سيرتهم. عن جد عم تحكي؟ إيه عن جد. لك أنت ما عاد سمعتيني، بس أنا عم بسمعك. لا لو معقول أنا ما عم بسمعك؟ صفاء ما عم تتركي مجال لحدا يحكي؟ شو قصدك؟ أنا قرارة؟ هيك شي. الله يسامحك. هي خرسنا. تفضلي احكي شو عندك؟ لا خلص ما عاد بدي احكي، أساساً أنا رايحة. ايه تعي لهون بالغلاظة، يلا احكي لي شو صار معك؟ لقيتها. شو هي؟ الحجة اللي رح تخليه يحكي معك إذا كان فعلاً معجب فيكي. انطقي هالجوهرة، يلا تعي. صباح الخير يا ابني. صباح النور. كيف الصحة؟ الحمد لله. كيف أمورك؟ والله بألف نعمة الحمد لله. رايحة على الدوام؟ ايه. وانت؟ وانا كمان. الآن صفاء مو رايحة على الدوام؟ لا صفاء مو رايحة على الدوام. خير؟ تعبانة شوي. سلامة قلبها. الله يسلمك. هيك وواجع على راسها ومو قدرانة تقوم من الفرشة، ما بدك لا؟ بلا ما على قلبها شوي. وصل على المدرسة وما حكى معي، معناتها لا انتبه اني ما اجيت ولا شيء، يعني مو مهتم فيني. الله لا يعطيك العافية يا سماحة، لسه عم تعملي لي مخططات لتخيبيني أكتر. ما قصدك أنا. صباح الخير سماح. صباح النور حبيبتي. قلتي لي رح يتصل ويستفقد لي لأنه تعود علي وصرت جزء من حياته. ليش شوفي شو صار معك؟ ما صار معي شي حبيبتي، بس لا اتصل ولا سأل علي. ايه بكير، لسه ما فات علي، بعدين بجوز مفكر حاله ما لحقك. لا بكير ولا شي، بيكون صار بالمدرسة هلا مرنح وما سأل عني. حبيبتي صفوقة، أنا هلا بالصف بعدين بنحكي. كنت عرفانة إنه ما رح يسأل علي، قلبي حاسسني انه ما بعني له شيء. صفاء شو بنا؟ بجوز الزلمه مضيع رقمك. هلا هاد يلي طلع معك، معقول يضيع رقمي؟ خلص يلا روحي بنحكي بعدين، باي.
ما شاء الله على هالنشاط. لك صفاء كأنك مانك مريضة. قولي لي لشوف، ليش ما رحتي على الروضة؟ ماما صدقيني الصبح كتير كنت موجوعة، راسي كان عم يفج علي فج، وكنت حاسة في احتقان بأنفي. قلت لحالي بلا ما اروح على الروضة وانتكس وأعدي هالولاد، اخطي شو ذنبه؟ بس هيك؟ بس هيك ماما. حطي عينك بعيني لشو؟ يي نسيت حكيها لسماح. لك صفاء، طيب ما بدك تشربي متة؟ بلا ماما نقعي لي كاسة جاية. طيب اليوم عرفت انك مريضة واستفقت لك الصبح ما شفتك. سلام ان شاء الله بشوفك بخير. شكرا استاذ فيصل، بعدين اشوفك. يقبر قلبي ان شاء الله استفقت لي، معناتها عن جد تعود علي. والله برافو عليك يا سموحة، بس ليش ما دقلي على التليفون؟ هذا صاير بيخشل، أكيد أكيد بيخشل. لازم لقي لي شي حجة وبعتر أنا. إيه بس مو هلا. بس شلون عرف إني مريضة؟ يلا صفاء تعي اشربي متة. يلا يلا ماما جاية. جايب اللابتوب، ما بدك تحضري المسلسل؟ لا ماما مو جعبالي. شو مو جعبالي؟ جعبالي اسمع اغاني. اغاني؟ ايه ماما. خلص بتسمعيني ما اطفي الكهرباء، بدي احضر المسلسل انا. الله يوفقك ماما، بتشوفي بكره بالاعاده. ماشي يلا. اسمعي الاغنية شو حلوة. اسمعي السحر يلي فيها. ايه صفاء شو قصة هالغنية؟ ماما ما في لا قصة ولا شيء. متأكدة؟ طيب ماشي، بسألك بشكل تاني، قولي لي شو سر هالسعادة المفاجئة؟ ماما لا سعادة ولا شيء، شكلك ما بتحبي تشوفيني مبسوطة وسعيدة. شو هالحكي لك صفوقة؟ أنا كتير بحب شوفك سعيدة، بس أنا عن جد مستغربة، ما كنتي فرحانة هالقد قبل شوي؟ فتي على الأوضة 10 دقايق، طلعتي لقيت الابتسامة مرتسمة على وشك، قولي لي شو القصة؟ ماما ما في لا قصة ولا شيء. فتكوني عشقانة ولي؟ لا ماما لا عشقانة ولا شيء. إيه ما صدقتك؟ ماما بجوز أنا عشقانة. عن جد صفاء؟ ماما عم اقول لك بجوز، يعني لسه مو متأكدة. هاتي لشوف احكي لي. ماما والله لسه ما صار شيء، بس يصير شيء بخبرك. طيب قولي لي مين هو؟ ماما خلاص جارنا القمر. مين؟ نحن والقمر جيران. بجوز. الله يسمعنا الأخبار الطيبة. ماما والله مو أكيد. لك إيه شو مو أكيد؟ مبين من عيونك وعيونه. ليش أنتِ وين شفتي عيونه؟ صفاء لما شفته وسألني عنك وهو خجلان، وكيف صاروا عيونه لما خبرته إنك مريضة. عن جد عم تحكي ماما؟ إيه. طيب وإذا كانت القصة مزبوطة، أنتِ شو رأيك ماما؟ شو رأيي؟ بتمنى من جوات قلبي. عن جد ماما؟ طبعا عن جد. صفوقة حبيبتي، ليش انا شو ناطره غير اني شوفك متزوجه ومتهنيه وسعيده ومسروره وعلى ايدك ولادك؟ شو ناطره؟ ناطره كثير شغلات ماما. شو هني؟ ناطره يرجعوا خالد وخليل بالسلامه ان شاء الله وتفرحي فيهم. تصدقي اذا بقول لك شيء؟
سلامة قلبك ماما من هالتمهيدة. احكي لي فضفضي لي شو؟ ما ضل عندي أمل إنه أعيش أنا وياهم، وبرمجت حالي على هالأساس. أي أساس ماما؟ على أساس إنه هن بعيدين عني وما رح أقدر شوفهم وأطمن عليهم غير من خلال التليفون والتلفزيون. صدي لك صفاء، ما عم بقدر أتصورهم وهن متزوجين وجايين أولاد، وأولادهم عم بيسرحوا ويمرحوا بهالبيت وعم يكبروا وعم ينادوا لي يا تيتي. ما عم بقدر أتصور هذا الشيء. ماما ما بصير تقولي هذا الحكي، هذا الكلام مرفوض تماما. لا، هذا المزبوط وهي هي الحقيقة. ما بدي أعيش بخيبة أمل كبيرة وانصدم صدمة كبيرة لما يصير لهم شيء لا سمح الله. بتعرفي ماما، على قد ما بحب الأولاد صرت خايفة أتجوز وخلف. لا يا ماما، ليش هيك عم تحكي؟ بعيد الشر. ماما الشر مو بعيد أبدا. أنا ما بتخيل إني أتحمل هذا العذاب يلي عايشتيه أنت وكل الأمهات يلي ببلدنا. تفائلي بالخير يا أمي، تفائلي بالخير. من هون ليجيكي ولاد بتكون خلصت هالأزمة. بجوز تخلص ماما، بس بجوز كمان تكون مستنيتهم أزمة بس يكبروا. ما فينا نقول غير الله يفرجوا بس. خلينا نرجع لغنية مع سانشي. شوف كأنه اليوم؟ لا، ما بعرف، أنا حاسة طقس لطيف اليوم. وأنا هيك عم أقول. ما بعرف. صحيح، ما كنت عندكم بالبيت، على فكرة أكلات أمي كثير طيبة. صح وهنا، أنت ما بدك نطبخ لك شو ما بدك. على راسي. سمعت رفيقتك عم تقول إنه خايفة على أخواتك يصير عليهم شيء. أنا ولا مرة شفت أخواتك. بصراحة قصة أخواتي غريبة شوي. غريبة ليه؟ خير؟ أخي الكبير خليل ضابط بالجيش، عم يخدم هلأ بدير الزور بالمطار. وأخي الصغير خالد رقم جديد من واحد من رفقاته. يا ستي الله يحميهم ويهدي باله لاخوكي ويردوا هيك لعقله ويرجعوا لعند اهلك بخير وسلامه ان شاء الله. امين، الله يسمع منك يا رب.
هلا المهم انا طلبت انه اقعد انا وياكي لحتى نحكي موضوع خاص. تفضل عم بسمعك. صفاء، انا وياكي صرنا بنعرف بعض شي 3 شهور، يعني يمكن ما كنا عم نشوف بعض كتير، يا دوب عم نشوف بعض 5 دقايق 10 دقايق لبين ما يجي هالسرفيس. زرتكم وتعرفت على اهلك وعرفتوا قصتي وقصة اهلي، والحقيقة انا حابب اتقرب منكم كتير، وانا حابب ارتبط فيك. ترتبط فيني؟ اي صفا، انا من اول ما شفتك وانا معجب فيك، حبيت كل شي فيك، حبيت حركاتك، مسحك، كلامك، جمالك، حبيت اسلوبك بالحياة، كيف تتعاملي، مهنتك، حتى كيف تتعاملي مع الولاد. كل هدول؟ أكتر. شو في أكتر من هيك؟ صفاء، أنا يعني من أول ما ضربت عيني بعينك وأنا عم بتخيلك مرتي، أول مرة شفتك قلت هي هي مرتي، وقت ما فوت على البيت بتخيلك معي بالبيت، بتخيلك كيف عم تقومي تضحكي تمزحي، أنا عم بحلم فيكي كل يوم وعم بشتاق لك كل يوم، ماني مصدق إما تكون أنا وياكي مع بعض. شبكي سكتي؟ إذا كلامي زعجك بصراحة لا، بالعكس، بس أنا كمان عم يصير معي نفس الشيء. عن جد؟ يعني حاسة فيني؟ طبعاً حاسة فيك. وشو كمان؟ أوه